بنتلي كونتيننتال جي تي هي سيارة رياضية فخمة من إنتاج الشركة الإنجليزية لصناعة السيارات بنتلي. تم طرح أول نوع منها في الأسواق العالمية عام 2003، وما تزال شركة بنتلي تنتج منها حتى هذا اليوم. تمتاز البنتلي كونتيننتال جي تي بشكلها الأنيق والرياضي، حيث تمتاز بالإنحناءات التي تضفي ميزة الجمال لشكلها الخارجي. يبلغ طولها 4.80 سنتيمتر تقريبا، وعرضها قرابة المترين، وبالنسبة للارتفاع فيبلغ ارتفاعها قرابة 1.40 متر. إجمالي وزنها يصل إلى 2350 كيلوغرام، وفي نوع الجي تي سي 2485 كيلوغرام. تمتاز الكونتيننتال جي تي بمقصورة داخلية في قمة الفخامة والراحة، فقد تم تصميمها بشكل يدوي من أفخم وأجود أنواع الجلد والخشب الفاخر، ليضيف الكونتيننتال جي تي لمسة الفخامة والجمال الداخلي كما هي من الخارج. وتمتاز كذلك بشاشة عالية الوضوح تعمل باللمس، و11 سماعة صوت مصممة خصيصا لسيارة البنتلي كونتيننتال جي تي. محرك هذه الخارقة بسعة 6 ألتار ذو 12 أسطوانة تعمل بمساعدة شاحنين توربينيين توين تيربو، قادرة على إنتاج قوة تقدر ب 552 حصان، حيث تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثواني فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 318 كيلومتر في الساعة.